الشمنان يؤكد خلاف بيسان وأنس والسلاوي ينفي خلافه مع نورمار. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع مشكلة أنس الشايب وبيسان إسماعيل، حيث صرح أحمد شمان أنه بالفعل يوجد مشكلة بينهم، حيث تلقى أحمد شمان العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع وأجاب بأن الخبر صحيح وأنهم متزعلين حاليا لكن راح يتصالحوا. من جهة أخرى كشف الفنان السلاوي في لايف الأمس أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين نورمار، وأيضا الفنان السلاوي تحدث عن قمر الطائي وكشف خلافه معها. قلت لهم انه عشان عندك مشكلة مع نورمال. لا، ما عنديش مشكلة مع حدا، عندي مشكلة مع حالي. صورة بعد ما احلاك. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back.